بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 42. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الاستفادة من الآيات، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إلى قوله: وكان الله شاكرا عليما. فنقول يؤخذ من هذه الآيات أن الله لا يعذب أحدا إلا بذنبه. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، فدل على أن الله لا يعذب الشاكر المؤمن، وإنما يعذب الكافر والمنافق بعمله. والله جل وعلا يقول: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ويؤخذ منها أن الله جل وعلا غني عن عباده، فليس هو بحاجة إلى طاعتهم إن أطاعوا، وليس هو بحاجة وليس عليه ضرر من معصيتهم إذا عصوا الله، وإنما هذا يرجع إليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: لو أن أولكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. قال سبحانه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. فالله جل وعلا لا تضره طاعة معصية العاصين، ولا تضره طاعة المطيعين، وإنما يرجع النفع والضرر إلى العاملين أنفسهم. ويؤخذ من هذه الآيات أن الله جل وعلا لا حاجة له في تعذيب الكفار والعصاة، وإنما يعذبهم من باب الجزاء على عملهم، والجزاء من جنس العمل، فمن أحسن أحسن الله إليه، ومن أساء فإن الله يجزيه بإساءته، وقد يعفو عنه إذا كان مؤمنا، قد يعفو عنه إذا كان مؤمنا. أما الكافر فإن الله لا والمشرك إن الله لا يغفر له أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى أنه لا يظلم أحدا، بل يجازي المحسن بإحسانه، يجازي المحسن بالإحسان، ويجازي المسيء بالعذاب. والجزاء من جنس العمل، فالإنسان إنما يكسب لنفسه. فالله جل وعلا يقول: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ويؤخذ من هذه الآيات وصف الله بأنه شاكر، واسمه سبحانه الشكور، فهو يشكر لعباده فعل الخير فيجازيهم عليه. هذا من مقتضى اسمه الشاكر، كما أن من مقتضى اسمه الرحمن أنه يرحم عباده، ومن مقتضى اسمه العليم أنه يعلم أحوال عباده. فالله شكور وشاكر، ومن مقتضى ذلك أنه يشكر لعباده إحسانهم، فلا يضيعه عليهم، بل إنه يجازيهم عليه أوفر الجزاء وأكرمه. ويؤخذ من هذه الآيات وصف الله بأنه عليم، لأنه عليم يعلم ما
ما يحصل من العباد من خير أو شر. وفي هذا تعقيب على ما سبق من طلب توبة المنافقين، وأنهم إذا تابوا توبة صحيحة فإن الله يعلمها، وإن تابوا توبة مخادعة فإن الله يعلمها سبحانه وتعالى. وبمقتضى كونه يعلم كل شيء أنه يعلم أعمالنا سيئها وحسنها، فلا يضيع الحسنات، وقد يعفو عن السيئات. وقد جاء في الحديث أن وقد جاء في الآية الكريمة قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالسيئة لا يجزى إلا مثلها، لا يزاد عليه شيئا من العذاب لا يستحقه، لأن هذا من باب العدل. وأما الحسنة فيضاعفها من فضله سبحانه وتعالى، فمضاعفة الحسنات فضل، والجزاء على السيئات عدل منه سبحانه وتعالى. فهذا من مقتضى علمه بأحوال عباده وبنياتهم ومقاصدهم وأعمالهم قلت أو كثرت، فإن الله محيط بها، فلا تخف أن يضيع لك شيء، ولا تأمن أن يؤاخذك الله بما كسبت من الشر وأخفيته، فإن الله عليم به لا يخفى عليه سبحانه وتعالى، وإن خفي ذلك على الناس. ويؤخذ من هذه الآيات أن الجزاء من جنس العمل، فمن شكر الله فإن الله يشكر له، من شكر لله نعمه وقام بها حق القيام فإن الله يشكر له فيجازيه بالخير ويزيده بالإحسان في الدنيا والآخرة. فهذا فيه الترغيب في شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، وفيه الترهيب من كفر نعم الله جل وعلا. ويؤخذ من هذه الآيات أن النار والعياذ بالله دركات، بعضها تحت بعض وبعضها أشد حرا من بعض، فهي جهنم والهاوية وسقر، ولها أسماء كثيرة نسأل الله العافية، والسعير، ولها أسماء كثيرة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكل يصيب منها ما يليق بعمله السيء. وأن المنافقين يكونون في أسفل درك منها، في أسفل طبقة من طبقات النار، لأن عملهم أسوأ الأعمال، حيث أنهم تظاهروا بالإيمان خداعا ومكرا، ويبطنون الكفر والشرك بالله عز وجل، ومن ذلك أنهم يوالون الكفار ويعادون المؤمنين. فيجب على من في قلبه ذرة من الإيمان أن يحذر من موالاة الكفار ومعاداة المؤمنين. وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالذي يعادي المؤمنين محارب لله سبحانه وتعالى. فعلى هؤلاء الذين ليس لهم هم إلا النيل من العلماء والنيل من رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنيل من القضاة، بل تطاول شرهم إلى العلماء السابقين كالإمام أحمد وشيخ الإسلام بن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب
الإمام ابن القيم تطاولوا عليهم وكتبوا في حقهم فإنهم سيواجهون هذا الجزاء الرادع إن لم يتوبوا إلى الله. ونسأل الله أن يتوب علينا وعليهم وأن يردنا وإياهم إلى الصواب وملازمة الحق. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.